Let's go.
كذلك بالمناسبة الدكتور سي محمد بخمسة العمراني قدام السيد الدكتور بخمسة العمراني محمد كنور نورتين قصاير حفيد سي نوح عبد اللطيف غوليا في ابتدائي إجراء المباراة النهائية و سي عبد اللطيف العصاقي Thank you.
إذا أخ سعاسي أنت تقربنا أكثر من الهدية الرمزية ديال النقش الجميل لمدينة الحرية. تفضل. يسعد مساكم. يعني هذه الهدية هي يمكن هدية بسيطة، ولكن أنا حبيت إنه أقدم لكم هدية إشي له علاقة برمزية أريحة وتاريخ مدينة أريحة، تاريخ الحضارة. هذه الهدية هي من أثر هشام الأثري وعنوان قدرة الحياة. قدرة الحياة هي خسيكساء حوالي 827 متر مربع في قصر هشام الأثري، وتعتبر تقريبا أكبر خسيكساء على مستوى الشرق الأوسط وممكن أن تكون على مستوى العالم. فحبينا أنه دائما نذكركم بهذا التاريخ، نذكركم بأريحة، نذكركم بفلسطين. يعني ما قبل هذه الهدية سوف نقدم لكم أيضا العلم الفلسطيني بالوشاح الفلسطيني، لأنه هذا هو الرمز الأساسي للقضية الفلسطينية. وأنا بالمناسبة بدي أشكر كل القائمين على هذا الحفل الرياضي الكبير اللي بيعبر عن كينونة العمل المتواصل ما بين الشعوب، كانت على المستوى الأوروبي أو المستوى المغربي الداخلي أو على المستوى العربي. وأتمنى أن تكون العام القادم بمستوى أوسع وأكبر وأكثر، من أجل أن تكون هنالك بصمة واضحة. وأنا بدي أشكر يعني رجل دائما وأبدا يعمل بصمت، وهو عبد الرحيم الكمراوي، هذا الرجل العصامي اللي دائما وأبدا يعمل بلا كلل أو ملل. وهنالك رجل خفي هو يعني أسمر اللون ولكن طيب القلب الأبيض، أخي العربي الصديق العزيز الغالي، وأنا بعتبره أخي الكبير. هذا الإنسان أيضا له كل الاحترام، وأشكر كل الذين مشاركين، وأشكر طاقم التحكيم رائع الجميل. اليوم عملتم بكل جد ونشكركم على هذا التواجد. وإذا خطر منا أي شيء في هذا اليوم نقدم لكم أي اعتذار عن أي رياضي من كل الفرق الرياضية، وشكرا لكم. ويرفق في تقديم هذا التذكار كذلك الأخ أحمد برهم وسعيد النصرة. تفضلوا سي عبد اللطيف العفاقي. سي حفيظ نوح تفضل. سنودين سايم كذلك تقدم. سي عبد اللطيف دوريا كذلك تفضل. ومحسوبين الاخوان على جمعيه النهضه طنجه، مشكورين دائما بالتضحيه ديالهم. سي عبد اللطيف دوريا تفضل. سي عبد المنعم بوزين الكاتب العام للجمعيه عصبه الشمال لكره القدم. سي عبد الرحمن فايدي أيقونة الدوري تفضل. سي عبد الرحمن سي محسن بن سالم من عميد السابق فين هو سي محسن تفضل. سي محسن بن سالم الدكتور أبو خمسة العمراني تفضل. سي الدكتور محسن العميد السابق كذلك تفضل. الدكتور محمد بو
خمسة العمراني سيد محمد وعمر شطاس بخمسة محمد العمراني. سي عبد الله عيد كناكا تفضل. سي محمد تحرش اهلا وسهلا كذلك. خليل فامي تفضل سي خليل. سي عبد الهادي بنيني كذلك تفضل سي عبد الهادي بنيني. سي تحرش تفضل. سي يوسف الشرطي وهي هدايا من الاخوه المسؤولين عن منتخب الفريق.